بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بحضراتكم. منتخب مصر بيقدر يكسب منتخب كوت ديفوار 5-4 بضربات الجزاء. من سنين طويلة جدا لينا كمصريين ما كناش متحمسين قوي قد ما كنا متحمسين النهارده لمباراة منتخب مصر وكوت ديفوار في الملعب. المنتخب المصري قدم أداء حرفيا ما شفناهوش من سنين لمنتخب مصر في الملعب. الكلام بجد والله مش أفورة، بس بجد منتخب مصر من وقت رحيل هكتور كوبر واحنا ما اتفرجناش على منتخب مصر بيأدي مباريات قوية دفاعيا، ولما يحب يعمل هجمات مرتدة بيعمل هجمات مرتدة مميزة وهجمات مرتدة بتكون خطيرة على الخصم. تصويبة من عمر مرموش في البداية، بعد كده الفرقة بتخش في الجيم. خط نص منتخب مصر عمل جيم النهاردة عالمي بصراحة، محمد النني وعمرو السولية وحمدي فتحي يذكروا على المجهود الكبير جدا اللي عملوه النهاردة طول ال 120 دقيقة، ونتمنى ان حمدي فتحي ربنا يكرمه ويرجعنا بالسلامة. منتخب مصر النهارده حرفيا يعني بجد والله انا مبسوط جدا 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 جدا، لان انا ما كنتش متوقع ان منتخب مصر هيخلي الواحد متحمس قوي كده في جوه المباراه. منتخب مصر لعب ماتش النهارده على منتخب كوت ديفوار جميل جدا جدا جدا. يمكن ساعدنا اصابه فرانك كيسيه ان نص ملعب منتخب كوت ديفوار خسر قوه ضربه زي فرانك كيسيه، بس برضه لاعبتنا كانوا رجاله ولاعبتنا قدروا ان هم يأدوا. ولاعبتنا بجد والله لو قعدت اسبوع كامل اتكلم على المباراه دي وقد ايه منتخب مصر كان في حاجه لمباريات زي دي علشان نرجع الثقه تاني ونبدا نتكلم على ان احنا عايزين نبني جيل جديد، ونبدا نتكلم ان المدير الفني محتاج وقت، لان احنا شفنا النهارده الشغل ده شغل مدير فني وشغل لعيبه. القصه زي ما كنا بنتكلم على المدير الفني فاشل، فلما نيجي نعمل ماتش كويس يعني يا ريت ندي الشوط اوت للراجل ونقول الراجل عمل ماتش كويس. يعني معلش يعني معلش يعني مع احترامي يعني لما كنا بنخسر او بنعمل ماتشات سيئه كنا بنخبط في الراجل، بس النهارده اتمنى الراجل ياخد حقه لان الراجل عمل كل حاجه في المباراه صح. الراجل عمل كل حاجه في البدايه بطريقه لعب، انت مش نازل قدام كوت ديفوار عشان خاطر تلعب جيم مفتوح وتلعب مباراه هجوميه، ومع ذلك الراجل في وقت طويل جدا منتخب مصر كان بيمسك كوره وبيروح على مرمى كوت ديفوار وبنحاول ان احنا نهاجم. منتخب مصر النهارده حتى في التغييرات الراجل كانت تغييراته موفقه جدا، يعني بعيد عن التغييرات اللي كانت الاصابه زي محمد الشناوي اللي نتمنى له ان ربنا يشفيه، والاصابه الثانيه اللي تحصل عليها حمدي فتحي ونزل مكانه احمد سيد زيزو، والتغيير بتاع تريزيجيه وعمر مرموش. بصراحه تريزيجيه عمل ماتش النهارده افضل ماتش لتريزيجيه مع منتخب مصر حتى الان من ساعه ما رجع من الاصابه. ومحمد شريف ما كان مصطفى محمد ايه ده غيرها كانت مطلوبه والناس كلها كانت طالباها، ومصطفى محمد وعمر مرموش وصلاح عملوا احسن مباراه ليهم النهارده في البطوله. منتخب مصر اخيرا وصل معانا الكاميرون، وصل معانا الكاميرون بعد غياب 3 4 سنين على ان هو يأدي كره قدم تخلي الناس ترجع تتحمس وتشجع تاني منتخب مصر. منتخب مصر النهارده يمكن ده مش اكبر انتصار ككره قدم، بس اكبر انتصار انك بتحاول ترجع قاعده الجمهور اللي كانت وراك، حاولت انك ترجعها النهارده علشان لعيبتك كانوا رجاله جوه الملعب واجبروا الناس تانيه ان هي كلها تقف ورا الفرقه. اجبروا الناس النهارده لو كان لا قدر الله منتخبنا خسر في الاكسترا تايم او كنا خسرنا في ضربات الجزاء ولا اي حد كان يقدر يفتح بقه. ليه؟ 11 راجل جوه الملعب، كل واحد ما بيبخلش على الفرقه باي نقطه عرق. خلاص انا مش عايز منك اي حاجه، تدينا على قد امكانياتك احترمك جدا جدا جدا. محمد عبد المنعم المدافع عمل ماتش اسطوري، انك تبقى قصاد هالر وبيبي ولاعيب زي جراند، انت بتلعب قدام ثلاثه اطراف صعب جدا التعامل معاهم، بس انك تعمل مباراه عليهم مميزه جدا حاجه تشكر عليها. حجازي يشكر جدا على العمل النهارده. عمر كمال عبد الواحد لو قعدت اتكلم عليه سنين مش هشكر فيه، لان الراجل اساسا جناح وهو بيلعب باك يمين وبتلعب قدام واحد زي جراند وبعد كده بيلعب عليك زاهه، فبصراحه عمر كمال عاش جدا والله على المجهود الجميل اللي انت بتعمله. ابو الفتوح بعد العوده من الاصابه عاش جدا على اللي انت بتعمله. يا جماعه ما فيش حد بيقدر يقول على حاجه وحشه حاجه حلوه وحشه ولا على حاجه وحشه حلوه. منتخب مصر اللي عمل ماتش كويس النهارده اجبرنا كلنا ان احنا نطلع نحترمه على 11 لاعب اللي قدوه جوه الملعب والتغييرات. التغييرات تريزيجيه، محمد شريف من اول ما نزل في الدقيقه 90، كله 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 يا جماعه الماتشات الكويسه بتخليك ترجع وبتخليك انت كجمهور تكون مبسوط، والحمد لله رب العالمين كلنا مبسوطين النهارده على اللي حصل، والحمد لله توفيق ربنا كان مع محمد ابو جبل علشان خاطر ايريك بايلي دخل يتفزلك عليه، والحمد لله رب العالمين قدر ان هو يطلع منه ضربه الجزاء، وقدر محمد صلاح يحطها جميله جدا، وبصراحه قبلها كان زيزو حاطط واحده حلوه، كان السوليه حاطط واحده حلوه، محمد عبد المنعم قوه شخصيتك انك تخليك في اول مبارياتك مع منتخب مصر تخش تلعب ضربه جزاء مهمه زي الكره الرابعه. خلصت فيكم الكلام، انا لو مش عملت فيديو 5 دقايق لو عملت فيديو 50 دقيقه مستعد ان انا اطلع اتكلم عليكم بان انتوا عملتوا كل حاجه كان نفسي انا فيها، لان انا كنت جاي على المباراه دي كنت مقلق ان المنتخب يطلع خسران، بس اثبتوا لي ان لا لسه منتخب مصر برجالته ولسه منتخب مصر مهما كنا مش مرشحين لاي حاجه ان شاء الله باذن الله هنكون الحصان الاسود للبطوله. الحصان الاسود للبطوله ان احنا كنا مش مرشحين لاي حاجه، احنا كنا بنتكلم ان احنا كمنتخب مصر بس، لا احنا ادائنا جوه الملعب ان شاء الله باذن الله نقدم حاجه محترمه قدام منتخب المغرب، والحمد لله ضمننا ان احنا كعربي يبقى لينا فرقه
في دول الاربعه. ان شاء الله باذن الله نعمل مباراه كويسه قدام منتخب المغرب، والف الف مبروك للمنتخب المصري. ولو عجبك الفيديو اعمل لايك، لو ما عجبكش الفيديو والله دي رد الفعل الطبيعيه بعد مباراه مصر وكوت ديفوار. انت واللي انت عايز تعمله بقى، اعمل لايك، اعمل سبسكرايب، اشتم، قول اللي انت عايز، بس في الحالتين الحمد لله ان احنا كسبنا.